يمكنك ان تعرف على طريقة وكيفية ايجاد متحذكرة تخزين مؤقتا على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق ميسنجر. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقتا، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميسنجر سفيتنا على هذا الشكل. وإنما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم ميسنجر. وهكذا.